تجمع بعد المباراة. طبعا بنرحب بيك يا كابتن ايمن، وبرحب بكل ضيوفك الكرام، وبنبارك لكل جمهور النادي الاهلي بالفوز. طبعا الفوز طبعا بالسوبر المصري بعد مباراه عصيبه، واعصابنا كانت يعني على الاخر، وكل الناس هنا في مقر النادي الاهلي بالتجمع الخامس والقاهره الجديده كانوا على اعصابهم. الحقيقه انه رغم يعني بروده الجو، الا انه يعني جزء كبير جدا من الاعضاء اصر ان هو يتواجد في مقر المقر طبعا اللي احنا طبعا يعني كلنا شهدنا على جماله، على يعني التطور اللي احنا طبعا وصلنا له، ومجلس اداره النادي الاهلي واهتمامها بكل تفصيله فيه. طبعا معانا هنا بقى زي ما قلت لكم جمهور فرع التجمع وفرع القاهره الجديده السعيد، واللي بنرحب بيكم طبعا، بنرحب بيكم كلنا، ويعني سعداء جدا بوجودكم ورغم يعني الجو ساقعه. قول لنا بقى يعني شفت الماتش ازاي؟ الف الف مبروك طبعا للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته. طبعا النادي الاهلي كان جاي من معركه جامده طبعا في كاس العالم للانديه، والحمد لله راح حقق نتيجه كويسه طبعا ان هو يفوز بالبرونزيه المركز الثالث، وطبعا ان هو كان يجي ان هو يلعب كاس السوبر مصري ويفوز بيه بالمره 14 والمره الثالثه على التوالي، دي حاجه جميله طبعا وانجاز كبير جدا والحمد لله. الحمد لله طبعا الشوط الثاني برضو انا حسيت ان برضو ان اللعيبه برضو كانت اجهدت شويه، بس الحمد لله ربنا كرمنا في الشوط الثالث والرابع ونحن وصلنا ان احنا نمسك 4-2. الف الف مبروك للنادي الاهلي، الف الف مبروك. طبعا الماتش كان صعب جدا، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب في الشوط الثاني والثالث والرابع، واحنا طبعا عملنا اللي علينا، بس برضو جبنا الهدف الثالث والرابع في الشوط الرابع وكسبنا الحمد لله. كان مين اكتر لاعب عجبك النهارده؟ مروان عطيه. اولا احنا بنشكر اللعيبه على المجهود اللي هم عاملينه، تلاحم مباريات، تلاحم بطولات. الاهلي ما شاء الله محتفظ على مستواه الفتره الاخيره دي. الدنيا اتحسنت في كاس العالم للانديه، فبنطلب بس من كولر الثبات على التشكيل، او ان هو يثبت على الاداء، اهم حاجه الاداء. جماهير النادي الاهلي بتجري ورا بطوله، بطوله ورا بطوله. كل الشكر لمجلس اداره، لعيبه، اداره، مجلس جهاز فني، جهاز اداري. حسب البطوله النهارده الجماهير، انا شايف النادي الاهلي مجهد بزياده، وخصوصا ظهر الاجهاد ده في الشوط الثاني، بس الحمد لله قدرنا نعوض ونرجع تاني للماتش. لكن الرجوع ده انا شايف ان السبب الاكبر فيه لجماهير النادي الاهلي، هو ده السبب الاساسي لنجاح الماتش. والله الماتش كان صعب، بس الحمد لله الاهلي زي ما عودنا دايما بطوله بعد بطوله، وبنشكر اللعيبه والجهاز الفني والقائمين على الكره كلهم، بصراحه مجهود رائع ودايما في ازدهار وتقدم ان شاء الله. دي كانت ردود افعال اعضاء هنا في فرع القاهره الجديده، بشكركم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو. شكرا جزيلا للزميلة العزيزة نورهان طمان. وبكده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي ومدر